هام جدا جدا هو موضوع مؤمن زكريا. مؤمن زكريا كان لاعبا في النادي الاهلي في فتره من الفترات، والحقيقه مؤمن واحد من اهم اللاعبين اللي متواجدين في النادي الاهلي او كانوا متواجدين في النادي الاهلي لمده سنتين او ثلاثه. وكان هناك قرار اتخذ بان مؤمن مش هيكمل في النادي الاهلي، وبالتالي تمت اعارته في السعوديه. لما دايما بتيجي تعير لعيب ايه اللي بيحصل؟ بيتم الاتفاق ما بين اداره النادي واداره النادي اللي بتتم الاعاره اليه ان انت هتاخد مبلغ، النادي الاهلي هياخد مبلغ واللاعب هياخد مبلغ. ولكن قدمت مؤمن زكريا عند النادي الاهلي وعند جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي تنازل عن ان هو ياخد قيمه هذا القيمه اللي هيدفع بها مؤمن زكريا. ده اولا. بعد كده مؤمن زكريا ما بقاش موجود في النادي الاهلي كلاعب، ولكن كان هناك قرار سري تم اتخاذه. وسري ليه؟ هقول لحضراتكم. ولكن كان هناك قرار سري تم اتخاذه بان النادي الاهلي سيتولى علاج من زكريا من اول ما اتضح هذا العلاج او واضح للناس هذا العلاج لنهايه الامر. والقرار كان سري ليه؟ حفاظا على مؤمن وان الناس ما تقعدش تتكلم فيه. موضوع واضح وصريح وانا قلته لحضراتكم قبل كده. ولكن الموضوع انتشر واتعرف وكده، فبالتالي اصبح ان الناس محتاجه تعرف كل التفاصيل اللي حصلت في موضوع مؤمن زكريا. النادي الاهلي كان قراره ايه؟ ان النادي الاهلي مجلس ادارته كان قرر ايه؟ ان النادي الاهلي سيتحمل كل تكاليف مؤمن زكريا، كل تكاليف علاج مؤمن زكريا خلال هذه الفتره. فمؤمن زكريا الحقيقة سيظل دائما في قلوب كل أهلاوي وفي قلب كل أهلاوي، ومؤمن زكريا هيفضل دائما موجود جوه النادي الأهلي، والنادي الأهلي لن يتخلى عن أحد من أبنائه. إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده، بما أن النادي الأهلي بيتبع الدولة في كل قراراته، فأنت إداريا وقانونيا ولائحيا لازم يبقى اللاعب موجود مقيد في النادي علشان تطلع له. طيب مؤمن زكريا غير مقيد في النادي الاهلي، هطلع له فلوس ازاي؟ ما ينفعش، لان انت عليك جهاز مركزي المحاسبات بيراقبك، وعندك جهه اداريه بتراقبك، وعندك جهات كتيره جدا بتراقبك، لان دي اموال عامه. فايه اللي حصل؟ تدخل هنا الكابتن محمود الخطيب واتكلم مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي كان له دور كبير الحقيقة مشكورا فيما فعله خلال هذه الفترة. كابتن محمود اتكلم مع الدكتور أشرف صبحي وقال له يا دكتور أشرف احنا عايزين نتكفل بعلاج مؤمن زكريا، ومؤمن مش مقيد في النادي، فيجب أن تكون هناك موافقة من الجهة الإدارية. فالحقيقة السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي مشكورا وافق على هذا الموضوع، وتمت الموافقة من قبل الجهة الإدارية متمثل طبعا في وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي على أن يتم استخراج مبلغ مستمر. قيمة المبلغ ده كام؟ 600,000 جنيه. ال 600,000 جنيه دول هم النادي الأهلي هيعمل إيه؟ هيديهم لمؤمن ويقول له متشكرين يا مؤمن خلاص احنا خلصنا كده 600,000 جنيه وخلاص؟ لا. لحضراتكم يمكن دي تفصيلة جديدة بقولها، إن النادي الأهلي في اجتماع مجلس ادارته الاخير قرر ان ال 600,000 جنيه دول هيدفعوا المؤمن، والشيك موجود في النادي بقاله اسبوعين او ثلاثه. خلصان. اسم مؤمن زكريا، مؤمن المفروض يروح ياخده في اي وقت. وقرار تاني ان مؤمن زكريا النادي الاهلي هيطلع له كل شهر 100,000 جنيه. 100,000 جنيه هيطلعهم النادي، مالهاش علاقه بال 600,000، ال 600,000 دول دفعه، هيطلع لمؤمن زكريا كل شهر 100,000 جنيه. طيب مؤمن زكريا تكاليف علاجه بتتكلف مثلا 200,000 جنيه في الشهر مثلا، يعني انا معرفش. هل النادي الاهلي هيديله ال 100,000 جنيه بس؟ لا، هيديله ال 200,000 جنيه، ولكن الفواتير اللي حضرتك اللي مؤمن هيجيبها النادي الاهلي هيدفعها. كل الفواتير اللازمه اللي هيجيبها مؤمن زكريا فيما يخص علاجه النادي الاهلي متكفل بيها لنهايه مده مجلس الاداره دي. طيب التكاليف العلاج دي 20 مليون جنيه النادي الاهلي متكفل بيها.
تكاليف العلاج دي 30 مليون جنيه النادي الاهلي متكفل بيها، تكاليف العلاج دي 10,000 جنيه النادي الاهلي متكفل بيها. اذا لا يوجد حد اقصى للي هيدفعه النادي الاهلي في تكاليف علاج مؤمن زكريا. مؤمن زكريا هيجيب الفاتوره للنادي، الفاتوره بمليون جنيه، اتفضل ادي المليون جنيه. وابداء لحسن النيه النادي الاهلي طلع 600,000 جنيه علشان مؤمن زكريا يحس معنويا ان النادي الاهلي واقف معاه. وبالمناسبه هو اللي بيعمله النادي الاهلي ده تفضل او اي حاجه من هذا القبيل، لا ده واجب على النادي الاهلي. النادي الاهلي احنا اتعلمنا جواه كده، النادي الاهلي هو المبادئ هو الاخلاق، علشان كده هو مش تفضل، هو واجب على مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يعملوا هذا الموضوع، لان هم عارفين قيمه المرض او قيمه مؤمن زكريا، وعارفين ان هو في ظروف مرضيه صعبه يحتاج الى كل العون سواء ماديا او معنويا. فعشان كده انا بس حكيت لحضراتكم هذه التفاصيل بهذا الشكل بالنسبه لموضوع حسام عاشور، بالنسبه لموضوع مؤمن زكريا. المفروض ان انا مثلا ما كنتش اطلع، ولكن لا لازم حضراتكم تبقوا عارفين هذه التفاصيل، تعرفوا التفاصيل اللي حصلت في موضوع حسام عاشور والتفاصيل اللي حصلت في موضوع مؤمن زكريا، لانه هجمه غريبه جدا في ظل امور كان من المفترض ان تظل هذه الامور سريه. ولكن من حق جمهور النادي الاهلي ان هو يعرف كل هذه الامور وماذا يفعل النادي الاهلي مع ابنائه، ليس تفضلا وليس شكرانيه، ولكن واجب على النادي الاهلي ان يفعل هذا الامر، لان من 1907 وحتى الان هو ده اللي بيحصل. من 1907 وحتى الان فضل النادي الاهلي على الكل. على الكل بما فيهم رئيس النادي الحالي كابتن محمود الخطيب، بما فيهم رؤساء النادي السابقين كابتن حسن حمدي، الفريق مرتجي، كابتن صالح سليم، الاساطير الكبيره اللي كانت موجوده كرؤساء للانديه. وبالتالي يظل دائما فضل اسم النادي الاهلي علينا جميعا او على كل الاساطير اللي موجودين او كل اللاعبين اللي موجودين داخل النادي الاهلي، وده اللي اتعلمناه، ده اللي اتعلمناه من اللي قبلنا، ان هنفضل دايما نقف مع اولادنا. هنفضل دايما نقف مع اولادنا، ده اللي بيقوله او دي الرساله من النادي ان احنا عمرنا ما هنبيع ولادنا. هسيب حضراتكم دلوقتي